الرئيس السيسي يستضيف اليوم اجتماعين على مستوى القمة للتباحث بشأن الأوضاع في السودان وليبيا. تواصل فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإعلان النتيجة في موعد أقصى 27 من إبريل الجاري. المسماري يؤكد أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما ميدانيا ممتازا. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة من النيل، أهلا بكم. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والصومال محمد عبد الله فرماجو، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماعين اللذين تستضيفهما مصر على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي سيستضيف قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن القمة تستهدف مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك وتباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك. كما يستضيف الرئيس السيسي اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي. حفل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين بعدد من اللقاءات المهمة، حيث استقبل سيادته بقصر الاتحادية وزراء الشباب ورياض العرب. واستعرض الرئيس السيسي في لقاء آخر مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان جهود الدولة لتحسين أوضاع المصريين في مختلف المجالات. كما التقى سيادته رئيس مجلس النواب القبرصي، كما استقبل الرئيس السيسي الفريق أول أبو بكر ديمبلاب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 42 لمجلسهم بالقاهرة، منوها سيادته إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارة الشباب والرياضة في توجيه طاقة الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، فضلا عن النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا وثقافيا وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور. كما أشاد الوزراء العرب باهتمام القيادة السياسية في مصر بالمجالين الشبابي والرياضية، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة سوياتا مايغا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال الدورة 64 للجنة التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 24 من إبريل إلى 14 من مايو 2019، وذلك في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي وحرص مصر منذ إنشاء اللجنة التي تعد إحدى الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي المسؤولة عن متابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول القارة على التعاون معها وتعزيز دورها، الأمر الذي انعكس في مشاركة مصر الفاعلة في صياغة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للجنة. من جانبها أكدت السيدة مايغا سعادتها بزيارة مصر والالتقاء بالسيد الرئيس، مواجهة الشكر لسيادته على استضافة مصر لأعمال الدورة 64 للجنة، ومؤكدة أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الإفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتريس سيلاريس رئيس مجلس النواب القبرصي والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسفير القبرصي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب القبرصية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وحرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، وطلب سيادته نقل تحياته وتقديره إلى رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس، مثمنا سيادته التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس القبرصي لبحث سبل مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك التعاون الثلاثي في إطار الآلية التي تجمع مصر وقبرص واليونان لما تمثله تلك الآلية من نموذج يحتذى به للتعاون البناء في منطقة شرق المتوسط. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول أبو بكر دمبلاب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد أبو بكر سلم السيد الرئيس رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشكل آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق، فضلا عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي. تتواصل عملية فرز وتجميع الأصوات بمقر اللجان الفرعية بعد أن انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في 9 PM. كانت بعض اللجان قد شهدت خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق التصويت اصطفاف عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ما استدعى قيام القضاء بمواصلة استقبال الناخبين حتى انتهاء آخر مواطن بحرم اللجنة من الإدلاء بصوته. بعد مشهد حضاري رسمه المصريون على مدار 3 أيام، تتواصل عملية فرز وتجميع الأصوات بعدما انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. باشر القضاة المشرفون فتح صناديق الاقتراع والقيام بعملية فرز وتجميع الأصوات بمقر اللجان الفرعية البالغ عددها 13,919 لجنة فرعية، بحضور المتابعين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية. يقوم السيد القاضي بفرز عمل حصر عددي للأصوات وفرزها وكم حضر وكم من أعداد الأصوات الصحيحة وكم من أعداد الأصوات الباطلة، ويحرر محضرا بالإجراءات ثم يتوجه إلى اللجنة العامة التي تتسلمها وبدورها ترفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. لجان الاقتراع وعلى مدار الأيام الثلاثة شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة في إطار حرصهم على استخدام حقهم في الإدلاء بأصواتهم،
وبمشاركة أكثر من 19,000 قاض، جرت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور تحت إشراف قضائي كامل، عملية تم فيها استفتاء أكثر من 61 مليون مواطن من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على تعديل 12 مادة من مواد الدستور، من بينها تشكيل مجلس الشيوخ وإلزام الدولة بأن تمثل الشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين العاملين بالخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب الذي أصبح للمرأة فيه نصيب من المقاعد لا يقل عن 25%، في انتصار كبير للمرأة المصرية ودورها في المجتمع المصري. وبعد أن يتم الانتهاء من عملية فرز الأصوات وتجميعها، تتجه الأنظار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تعلن عن نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه يوم السبت المقبل. أعلنت البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء أنها رصدت تضاعف معدلات المشاركة في التصويت بشكل كبير في اليوم الثالث مقارنة باليومين السابقين، وذلك في محافظة القاهرة على وجه التحديد وعدة محافظات أخرى. جاء ذلك في تقرير البعثة في ثالث أيام التصويت على التعديلات الدستورية، حيث أشارت البعثة بتسهيل إجراءات دخول المتابعين الدوليين لجميع مقار اللجان الانتخابية وحسن استقبالهم وممارسة أعمالهم بحرية. وشاركت البعثة الدولية في متابعة الاستفتاء من خلال وفد قوامه 69 عضوا ينتشرون في 14 محافظة مصرية. أصدر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي بيانا استعرض خلاله التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة المعنية بالدولة بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم اليوم عرض جهود القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية. القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2019 على اصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة في محيط اللجان والمراكز بكافة محافظات الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري. كان هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، واعتبارا من الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث لم تتلقى مراكز العمليات أي بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعيق عملية الاستفتاء، مع قيام عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين لجان الفرز في جميع المحافظات المصرية وتأمين نقل صناديق الاقتراع من المقار الانتخابية إلى اللجان الفرعية والعامة ولجان المحافظات، بالإضافة إلى نقل الصناديق الخاصة بالمناطق النائية والحدودية بواسطة المجهود الجوي المخصص بعد انتهاء أعمال الفرز، مع استعداد المجهود الجوي المخصص لنقل القضاة من جميع الهيئات القضائية لصالح عودتهم من المراكز الحدودية والنائية بعد انتهاء أعمال الفرز. وفي النهاية تتوجه القوات المسلحة بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضاري خلال أيام الاستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر العظيم، كما عاهدناكم دائما، ووصولا للصورة المشرفة التي ظهرت بها عملية الاستفتاء. حفظ الله مصر وشعبها.
في غضون ذلك يتواصل فرز أصوات المصريين في الخارج بعدما اختتموا الأحد الماضي التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن نتائج تصويت المصريين في الخارج سيتم إعلانها مع نتائج استفتاء المصريين في الداخل في موعد أقصى 27 من إبريل الجاري. ولفت الشريف إلى أن الدول العربية هي الأعلى في نسب المشاركة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت. قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن هناك أموالا ضخمة تدفع في الداخل والخارج لتشويه صورة الجيش. وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما ميدانيا ممتازا، مؤكدا أنه لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا. ولفت إلى أن القوة الجوية في مصر في مصراتة لا تزال تشكل القوة الرئيسية في معركة الميليشيات، مضيفا أن مصراتة تحاول أن تأخذ الدور البديل للعاصمة طرابلس، وأن هناك معلومات عن نقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراتة. ولمزيد من المتابعة والتحليل حول الشأن الليبي ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار، كيف تتابع تطورات الوضع في ليبيا خاصة في ظل ما أعلنه اللواء أحمد المسماري من أن هناك أموال ضخمة تدفع في الداخل والخارج لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية؟ نعم طبعا، موضوع الأموال هو موضوع مهم للغاية. هناك تنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يحاول على قدم وساق تشويه صورة الجيش الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية وكل من يدعم الجيش ويقف معه. هناك أيضا وسائل إعلام قطرية وتركية تفعل هذا الأمر أيضا بشكل محموم وبشكل ظاهر، وللأسف بشكل أصبح طاغي، يعني بشكل كبير ومقلق. هناك مسميات تستخدمها وسائل الإعلام هذه ومن خلال هذا الضخ المالي، مثل مقولة جيش الشرق، رغم أن الجيش الليبي يضم قيادات وجنود ضباط وصف ضباط من كل المناطق الليبية ومن جميع مناطق الليبية. ورأينا بالأمس على سبيل المثال توجه قائد المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى طرابلس وهو قادم من الزنتان في أقصى الغرب، وبالتالي تنتفي الصفة التي تحاول جماعة الإخوان وبعض الوكالات الأجنبية وبعض وسائل الإعلام القطرية والتركية تنتفي تماما على أرض الواقع. أيضا التعبير الآخر الذي يستخدم مثل اللواء المتقاعد وجيش حفتر وميليشيا الكرامة، كل هذه المسميات هي مدفوعة الأجر للأسف الشديد، وهناك دول ووسائل الإعلام تقف خلفها وتدفع فيها الكثير من الأموال. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي.
دمر الطيران الحربي الروسي بسلسلة من الغارات الجوية صباح اليوم أهدافا عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة في محيط مدينة إدلب. وأفاد مصدر عسكري بأن المقاتلات الروسية نفذت 18 غارة جوية تركزت على بلدات كورن وفيلون وبيكفلون بمحيط مدينة إدلب ومحيط سجن إدلب المركزي. وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات للمسلحين بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة وأسلحة، إضافة إلى إفشال عملية نقل العتاد والذخيرة إلى المحاور المستهدفة. في جريمة لا إنسانية أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على ساقي صبي فلسطيني وهو مكبل اليدين معصوب العينين. ولا يسلم الصبية الفلسطينيون من وحشية القوات الإسرائيلية التي قتلت 4 منهم في الضفة الغربية منذ مطلع مارس الماضي. في أحدث حلقة من العدوان على الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين عزل، يعالج فتى فلسطيني في إحدى المستشفيات بعدما أطلق جنود الاحتلال النار على ساقيه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين. أسامة حجاجرة قال إنه كان عائدا إلى منزله عندما تم الإمساك به ولم يكن مسلحا. كنت مروح من الجنازة بيت المعلمة بعد ما قبرناها صلاة الظهر، وانا مروح انا واصحابي طلع جندي من ورا من جوا الشجر ومسكني من ورا وحطني في الارض وبدأت تكلبش فيا، وطلع كمان جدي ومسكوني واخذوني عندي الجيب. قبل اصل الجيب حطوا عيني وحطوني على الارض وقعدوا فوق الاثنين، حطوا اجر ركبت على ظهري وبدأ اخذوني عندي الجيب وحطوني على الشوك وعلى الحجار. وتظهر الصورة التي التقطها مصور محلي الجنود الذين يبدو أنهم يلاحقون حجاجرة وعيناه معصوبتين ويداه مقيدتين خلف ظهره. وفي محاولة مفضوحة لتبرير تلك الجريمة الوحشية زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال حجاجرة بعد مشاركته في إلقاء الحجارة بكثافة على حد زعمه صوب القوات الإسرائيلية. كان 4 فلسطينيين في أواخر سن المراهقة قد لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ أوائل مارس الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الدول التي لا تزال تشتري النفط الإيراني بفرض عقوبات عليها في حال استمرارها في شرائه بدءا من مايو المقبل. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد أن العقوبات الأمريكية تكبدت طهران خسائر تقدر ب10 مليار دولار كانت تستخدمها في دعم الإرهاب وتطوير الصواريخ. كانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مع إعفاء بعض الدول الحليفة من تلك العقوبات بصفة مؤقتة. أكدت وسائل إعلام كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون سيزور روسيا لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزيارة ستتم قريبا دون أن تورد تفاصيل عن توقيتها أو مقر انعقادها. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين اليوم بأن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية الشهر الجاري. تبادل مرشح الانتخابات العامة في إسبانيا الاتهامات بالتخاذل في التعاطي في مسألة استقلال إقليم كاتالونيا وبعض الشؤون الاقتصادية الداخلية. جاء ذلك خلال مناظرة تلفزيونية تم إجراؤها قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الأسبوع القادم من أجل تبادل الآراء حول أبرز القضايا على الساحة السياسية. وتعد مسألة استقلال كاتالونيا من أبرز القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة الإسبانية منذ استفتاء الاستقلال الذي أجري عام 2017 والذي اعتبرته المحكمة العليا الإسبانية غير شرعية. أفادت مصادر حكومية وعسكرية في سريلانكا أن الشرطة تحتجز مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي وقعت الأحد واستهدفت كنائس وفنادق. وكانت الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا قد شددت على ضرورة أن يخضع مرتكب الهجمات الإرهابية بسريلانكا للمساءلة.
رئيسة الجمعية العامة شعرت بالصدمة جراء الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة حوالي 300 شخص في سريلانكا. السيدة ماريا فرناندا سبينوزا رئيسة الجمعية العامة تقول إن مرتكبي أعمال العنف والشر يجب أن يخضعوا للمساءلة، وأكدت أنه لا يوجد مبرر للإرهاب ويجب على العالم أن يتحد للتعامل مع هذا الأمر بشكل كلي. في محاولة لتسريع إجراءات اللجوء إلى الولايات المتحدة، قام بعض مهاجري أمريكا الوسطى بتسليم أنفسهم إلى دوريات حراسة الحدود الأمريكية، ويلجأ المهاجرون خاصة السيدات والأطفال منهم إلى تلك الخطوة بعد الانتظار لعدة أشهر في المدن الحدودية المكسيكية. من جهة أخرى، يعد ذلك الإجراء تحديا بالنسبة لقوات أمن الحدود الأمريكية التي باتت تصرف جزءا كبيرا من مصادرها المالية على إنشاء ملاجئ لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وتوفير سبل الإعاشة لهم. ضرب اليوم زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، وكان زلزال عنيف قد بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب أمس منطقة لوزون الواقعة شمال غربي العاصمة الفلبينية مانيلا، وأسفر عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى ودمار هائل. يذكر أن الفلبين تقع على حزام النار المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ والذي يمتد من اليابان المعرضة بدولة لخطر الزلزال مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادي. استقبل الرئيس الأرجنتيني موريشيو ماكري نظيره البوليفي إيفو موراليس في مقر الحكومة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. تناول اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة في التجارة والاستثمار والطاقة والرعاية الصحية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك ودمج السلاح الجوي للدولتين. وختاما لهذه النشرة، تذكرة بأبرز عناوين الساعة. الرئيس السيسي يستضيف اليوم اجتماعين على مستوى القمة للتباحث بشأن الأوضاع في السودان وليبيا. تواصل فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإعلان النتيجة في موعد أقصى 27 من إبريل الجاري. المسمار يؤكد أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما ميدانيا ممتازا. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.